بهذا الفيديو إن شاء الله راح نتعلم ونتعرف على القطع الأساسية والقطع الحلوة اللي تناسب شكل جسم التفاحة. إذا دخلتوا هذا الفيديو مو عارفين عن شنو أنا أتكلم أو مو عارفين شنو هو شكل جسمكم، سويت فيديو تكلمت فيه عن أشكال الأجسام وشلون تأخذون القياسات الصحيحة لجسمكم وتعرفون من خلال هذه القياسات شكل جسمكم الصحيح، فروحوا شوفوا هذا الفيديو وبعدها رجعوا إذا كنتوا جسم التفاحة. طبعاً خلينا نعرف بالأول شنو هو جسم التفاحة. جسم التفاحة اللي هو تكون الدهون متركزة بالقسم العلوي من الجسم، مو كل سمينة هي جسم تفاحة، لا، ممكن تكون تلبس قياس اكس سمول وهي جسم تفاحة، وممكن تكون اكس لارج وهي جسم تفاحة. تركيز الدهون يكون موجود اكثر شيء بالصدر او بمنطقة البطن، هذا اكثر شيء ممكن يكون عندهم صدر كبير، لكن تركيز الدهون يكون موجود بالقصر، لذلك سموه جسم التفاحة أو الجسم الدائري. طبعا خلينا أقول لكم مثال من المشاهير شنو منو هي جسم التفاحة، هي هيفاء وهبي، صنفت كأجمل امرأة عندها جسم التفاحة، إيه هيفاء وهبي. فمو معناتها إنه أنا جسمي ضعيف أو جسمي سمين إن أنا أكون جسم التفاحة، لا مو شرط، ممكن يكون سمينة لكن جسمك بيخصر او مخصرة او ما الى ذلك، انواع الجسم الاخرى. بالنهاية رب العالمين عطانا هذه الاجسام واشكالها، لازم نحب نفسنا، نحب شنو رب العالمين عطانا اياه، لكن تنسيق الملابس هي مجرد اداة نقدر نطلع جسمنا بابهى ما يمكن ونخفي الاماكن اللي احنا ما نحبها، الاماكن اللي هي زايد الوزن فيها بعدنا ما سوينا دايت يعني. فخلينا نبدأ بأول شيء التيشيرتات. شنو هي التيشيرتات المناسبة أو القصات المناسبة إنكم تلبسونها يا أصحاب أجسام التفاحة؟ نبدأ أول بفتحة التيشيرت. فتحة التيشيرت لازم تكون مثلثة أو دائرية أو الأوف شولدر اللي هي طالعة، ما نريد الأعين أو جذب الانتباه تكون على المنطقة اللي هي منطقة البطن. فدائما اللي فوق شنو نلبس؟ نلبس أشياء أو التيشيرتات تكون تشد النظر، مثل ما قلت لكم تحطون مثلا قلاده، تلبسون قلاده كبيره وهذه القلاده هسه اجت موضتها تكون القلاده العريضه، او القلادات اللي تكون ثلاثه او اربعه قياساتهم مختلفه، صغيره كبيره كبيره، هذه هم حلوه. ممكن تلبسون تراتشي اللي هي احنا نسميها هاي تراتشي، او شنو تسمونها كتبوا لي بالتعليقات شنو تسمون التراتشي، تكون كبيره يعني بيج ستيتمنت، حتى الواحد من يشوفكم يشوف شنو اول شيء انتباهه وين بالمنطقه العلويه، هنا قلاده التراتشي تكون كبيره مثلا، وصدر يعني اذا حابين تكون مثلث او دائره او اوف شولدر، كلش كلش حلو تلبسون الامباير ويست لاين. شنو هو؟ تكون التيشيرت اللي يكون فيه مثل اللاين او اللفه من تحت، عشان شنو؟ يبين الخصر، وتجي شنو عريضه، يعني هي تكون ضيقه وتجي عريضه فما تبين البطن. ايضا التيشيرتات الحلوه اللي هي بيبلم، تيشيرتات البيبلم طريقتها او الستايل مالتها تكون عادي ستريت وبعدين منفوشه من تحت، فهي كلش حلوه لانها ما شادة على الجسم ومعطيه هيك وسع بالنهاية ما تبين البطن. هذه أنا عندي بعض الأمثلة للتيشيرتات، فإذا أنتوا عندكم أمثلة بعد تيشيرتات أو أشياء ثانية كتبوها تحت اللي بالكومنت. ننتقل للشيء الثاني اللي هي الفساتين. أجسام التفاحة عندكم نقطة قوة اللي هي رجلينكم، رجلينكم ضعاف ورشيقة ومو كل الأجسام عندهم هاي الرجال الجميلة، فحلو انكم تلبسون فساتين قصيرة علشان تبرزون جمالهم. ومن اهم انواع الفساتين اللي هي الفساتين الملفوفة اللي تجي ملفوفة فيها لف وتربطونها، لانها شنو يعطيكم هيك ايحاء حق ان يكون عندكم خصر. بعد من الفساتين الحلوة اللي هي الاي لاين، اللي ليش سموها اي لاين؟ حرف الاي تكون شلون انها ضيقة شوية من الخصر بس على طول من بداية البطن يعني لتحت تكون عريضة. حلو بعد تلبسون الفساتين اللي فيها كونتور منها وفيها، هاي تعطي إيحاء إنه موجود عندكم خصر وتعطي هيجي أضعف شكل جسمكم يبين أضعف، فكلش حلو هاي الفساتين اللي تلبسون. أهم شيء تحطون اهتمامكم وتركيزكم بالأماكن اللي تبون تبرزونها، تبون تبرزون إيدينكم رجلينكم. ايضا من الاشياء الحلوه اللي تلبسونها اللي هي القطع المتراكمه، مثلا تلبسون قميص او تي شيرت وتلبسون فوقه جاكيت،
لونين مختلفين، فانتم تلبسونه كانكم قسمتوا هاي المنطقه، فصارت هنا منطقه غامقه وهنا منطقه شنو فاتحه، فيبين بالتقسيمه انه ضعف. فدائما ركزوا انكم تلبسون مثلا جاكيتات او ستر بهذا الشكل، تعطيكم هيك قصه بالنص تعطي ايحاء ان هذا هو الجسم. واكيد بالنسبه للالوان دائما لبسوا الالوان الغامقه فوق، اي منطقه تبون هي كبيره تبونها تبين انها صغيره تلبسون الالوان الغامقه، اما تحت تلبسون الالوان الفاتحه علشان تبين شوي اعرى تبين اكبر. هاي القاعده لكل الاجسام، قاعده الالوان، اي شيء منطقه كبيره نريد نخفيها نلبس غامج، منطقه صغيره نريد تكون شكلها كبير نلبس فواتح. ممكن بعد تحطون وشاح حوالينكم، هنا وشاح بهذا الشكل ايضا يعطي ضعف للجسم. الجينز اذا حابين تلبسون جينز فاحسن شيء واحسن نوع اللي هو الهاي ويست. شنو الهاي ويست؟ يعني الويست مالتكم الحوض اللي هو يكون فوقه فوق. طبعا نجي لنسبة الالوان، ممكن تلبسون مثل ما انا قلت لكم بالبداية، ايضا كلش حلو انكم تلبسون المونوكروم لوك. شنو يعني؟ يعني انكم تلبسون من فوق الى تحت نفس اللون، لون واحد، فهذا بالفاشن ديزاين يسمونه المونوكروم لوك. بالانتيريور ديزاين داخل البيوت هم يستخدمون هذا اللوك، فكلش حلو انكم تلبسون من فوق لتحت لون واحد، لكن ممكن تعطون اختلاف بالاقماش، مثلا تلبسون قطن على جلد او شيء انه يكون لون واحد، مثلا تلبسون تيشيرت اسود قطن فوقه جاكيت جينز جاكيت لونه اسود جلد اسود مع بنطلون اسود، فحاولوا تغيرون نوع القماش لكن تخلون مثلا اللون. المهم عزيزاتي انكم تحبون اجسامكم وتحبون اشكالكم، ولا تقارنون شكلكم مع الناس الثانية، لان ما في جسم كامل، كل جسم عنده عيوبه، يا يعني انه يكون في منطقة صغيرة منطقة كبيرة، منطقة كبيرة منطقة صغيرة وما الى ذلك. حبوا جسمكم، لبسوا اللي تحبونه، لبسوا اللي ترتاحون عليه، لكن هاي اللي انا ذكرتها لكم قطع اساسية او افكار اساسية تخلونها ببالكم علشان وقت ما تروحون تسوون شوبينج تشوفون القطع المناسبة. ممكن قطعة تلبسونها تبين جسمكم اضعف، ممكن تكون اسمن، فلذلك يعتمد على حسب القصات اللي انتم تاخذونها، ويعتمد على بعد على حسب الالوان. اذا وصلت معاكم أنا وياكم لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون نال إعجابكم. إذا حابين تعرفون شنو هو نوع جسمكم لا تنسون تشوفون هذا الفيديو بقناتي، وانتظروا راح أنزل إن شاء الله بالفيديوهات القادمة كل أنواع الأجسام والملابس أو القصات اللي تناسبها. أشوفكم على خير بالفيديوهات القادمة، لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم الفيديوهات الجاية، ولايك وشاركوا هذا الفيديو حق صديقاتكم اللي تشوفونهم من جسم التفاحة علشان يشوفون. كانت معاكم زهرة، باي باي.